والناصح لنفسه، ومن أحب نجاته استحضر رقابة الله تعالى له، وأنه جل وعلا مطلع على سره وإعلانه، على غيبه وشهادته، لا يخفى عليه شأن من شأنه، وبذلك يحقق مرتبة عليا في الديانة والاستقامة والإيمان. قال صلى الله عليه وسلم في تعريف الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن بلغ هذه المرتبة فقد جمع خصال الإسلام وحاز شعب الإيمان، وكان في الذروة من الاستقامة والديانة والصلاح.